ها ايه وين كنا؟ دورك. اشربي. حبيتي؟ لا؟ ماشي هلأ دوري. واو، لو كانت إلي كنت خلصتها، بس هي إلك. يلا يلا. واو كتير حلو عن جد، كيف قدرتي تعمليها؟ برافو عليك، نجحتي منيح. يلا وأخيرا خلصت مهمتي، أنا شكلي رح روح هلأ، وإنتي رح تنامي. نامي منيح. مسمون عصام. مو مشكلة، أنا معك. استني، दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। في مكان بغرفة ريشاب تقدر تنام هنيك.
طيب مو هنيك قصدي كبير رح ينام هنيك وأنا بدبر حالي هون. لا تقلقي. ماشي عمتي مو مشكلة. ماشي تمام. ايه واخيرا نامت. انت كمان لازم ترتاح. جهزت لك المكان تحت، روح نام واذا احتجت اي شيء خبرني. اوكي شوفك. ماشي. بلكي اجت عمتي. تصبحي على خير نانديني. شو عم تعمل هون ماني؟ بصراحة كنت تعبان فقلت خليني ارتاح شوي. كيف صارت؟ عم تحاول تكون منيحة. بعرف إنه هاد مو الوقت المناسب لأحكي، بس لازم أحكي هالشي، ما بيتأجل وضروري أحكيه وارتاح. شو ما كان اللي حكيته عن نانديني فهو كله كان غلط. كله غلط لأنه صرت متأكد إنك عن جد مهتم فيها وبتحبها. ديروف الغلط مو منك أنت بس، يعني أنا غلطان ما شاركت مشاعري مع حدا أبدا، ما خبرت حدا. كيف كنت رح تعرف؟ صراحة كنت بس عم حاول إني يكون صديق منيح، بس أنا وعم حاول صرت أسوأ.
لا، أنت مانك سيء، أنا السيء. عكلين، أنا مو حابب أضغط عليك أكتر، فخلينا نحكي بالموضوع بيوم تاني. شو بدك تنزل ولا لا؟ متأكد ما رح تغير رأيك؟ لا. شبك صار لك شي؟ انت بخير؟ اللي فيك شي؟ نانديني، شكلك مختلف، في شيء مميز. ماني، انت نمت على الارض كل الليل، بيكون ظهرك عم يوجعك. حرك حالك شوي وارجع استريح ونام شوي لحتى ترتاح. نانديني، ماني بحاجة راحة.
ظهري ما في شيء. ماشي؟ لهيك اهدي. الأهم هلأ هو أنت. هلأ منيحة؟ نانديني، أنا بعرف ما في شي بيتغير ببساطة، مو كل شي رح يكون حلو، بعرف. لهيك لا بقى تحاولي تكوني شجاع، فيك تقولي يلي بدك اياه. الموضوع بياخد وقت، وثقي فيني حنكون مناح. أنا رح كون منيحة بأقرب وقت. أنا بس بدي أبعت الأستاذ على مكان بيناسبه. نانديني، الأستاذ صار بالسجن لهيك روقي. بس بدي أقلك إنه لا ماني، لازم أعمل هالشي بنفسي. بدي أكشف وشه الحقيقي يلي عامل حاله منيح. وقتها بيصير خير. بوعدك ماني، رح كون منيحة صدقني. انت فوت صحصح وبعدها منطلع سوا. ايه نانديني، ليكي اذنك هي لسات عم توجعك؟ اسمعي لقلك، إذا عم توجعي لا مو كتير، معك المفاتيح؟ كبير كيف بدي أحمل المفاتيح؟ مفاتيحي مع أمي. رح شوف إذا معي مفاتيحي. كبير أنت ضيعت المفاتيح؟ يلا رن الجرس، ما عنا خيار تاني، رح ترجع تبلش بهذا. كبير أنت، أول ما سمعت صواتكم الحلوة وعم تتخانقوا جيت لأفتح لكم الباب، لأن أنتوا الاثنين عم تتخانقوا وكأنكم متزوجين. أمي أرجوك لا ترجعي تبلشي، أنا عم حذرك إذا رح تجبرينا نتزوج بعض أنا وكبير ما رح يصير خير. لا أنا فيا روقي بنتي، التعصيب بيأثر عليك وعلى ابنك. أمي شو عم تعملي هون؟ ولا شيء ابني، أما لنافيا خبرتني عن قرارك وأنا مبسوطة كتير بهالشي. حدث غريب صار اليوم بكلية الفضاء وهون بمدينة مومباي. في طالبة من هاي الكلية المشهورة رفعت دعوة ضد أستاذها الموسيقي المشهور تريلوك جارسيا بسبب قضية تحرش بالكلية. الموسيقار الشهير استخدم مكانته للتحرش بطالبة بالكلية وخرب صورة الأكاديمية، ورح نتابع هالأحداث. تابعونا لتعرفوا كل شيء. رح نستمر بإطلاعكم على مستجدات القضية. اسمح لي سيدي، نحن كلنا قدمنا إفادتنا، إفادة رادما،
رح توضح رادمة إنه يلي صار الليلة الماضية ما كان حادثة لمجرد صدفة. الأستاذ صار له كذا سنة عم يعمل هيك. ليك زعيم روّي، هاد مركز شرطة، رح أصدر الأمر لمعاقبة أي شخص هون ورح نفذ كلامي. أنت رادمة صح؟ خبرينا شو بدك تحكي. حضرة المحقق؟ ما بعرف عن شو عم يحكي. أنا عن جد ما بعرف شو، صدقني ما بعرف شو يعني اللي حكى. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.